مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، انطلاقه شوطنا الثامن في مجموعه اشواط صباح هذا اليوم، شوطنا الثامن الخاص بالاذاعه القعدان المهجنات الاصايل، هنا ايضا من هجن اصحاب السمو والشيوخ هنا في هذا اليوم المميز، سادس ايام هذا المهرجان هنا مهرجان ولي عهد دبي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المختوم الذي ينطلق هنا بنسخته الثالثه على ارضيه هذا الميدان، نسير معكم سويا في المراكز الاولى وشاهين المنطلقه بالصدارة وبالمقدمة من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني أرى التسلل من وضاح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المخدوم بمتابعة بومايد أيضا من انتزع الشوط الماضي مع شاهين، ها هو يأتي بوضاح بهذا الانطلاق راشد بن خميس الغويص السويدي، بينما المركز الثالث يأتينا شاهين سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر الذكريات سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي من يتابع على المركز الثالث، المركز الرابع إلى الطام هجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في تضميره، وخامس مراكزنا يأتي نقد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن أحمد بن عبد الملك في تضميره، شاهين هجن العاصفة سادسا مع غياث الهلالي، يأتينا سلهود على المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة من يتابع للانطلاق على المركز السابع، المركز الثامن شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز التاسع يأتي متعب لسمو الشيخ الراشد بن محمد بن علي النعيمي راشد بن نايع بالشاوي لغفلي في تضميرة، وعاشر المراكز هايم من هجن النايفات مع راشد بن حمد بن علي بن حلفان المري في تضميره، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضراتكم في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، نعود مشاهدينا الكرام إلى شاهين المنطلق بصدارة هذا الشوط، المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، هيار الشوط مبكرا شاهين هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يأتي وضاح على المركز الثاني، وضاح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الراشد بن خميس الغويص السويدي من يقدم هذا الانطلاق والتحدي، بينما من الجانب الآخر شاهين سمو الشيخ سعيد بن محمد سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، ويأتينا لطام من هجن الرئاسة رابعا مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، شاهين على المركز الخامس، هنا المنطلق من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما سلهود من يأتينا على المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في تضميره، وعلى المركز السابع يأتي نقد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن أحمد بن عبد الملك، والمركز الثامن شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ومتعب القادم هنا متعب المنطلق على تاسع المراكز سمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي بقيادة راشد بن نايع بالشاوي لغفلي، وعلى المركز العاشر هناك أتينا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي على عاشر
المراكز، هذه هي الأسماء، هي الشعارات، خلف العشرة أيضا أسامي قادمة، أيضا أسامي قادمة، ولكن شاهين هي الرشوت. ما شاء الله بدأ يندفع بصدارة وبالمقدمة وبصدارة هذا الشوط، وعلى رأس الحربة شاهين هجن الرئاسة مع أسد الوثب المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بذياب من يقدم على صدارة هذا الشوط في هذه الانفرادة الجميلة الملاحقة على ثاني المراكز من قبل وضاح من يأتي على ثاني المراكز بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل هنا أيضا بانطلاقة وضاح لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة راشد بن قميص نغويس السويدي من يتابع على المركز الثاني انطلاقته وتحدياته، بينما المركز الثالث والقادم على ثالث المراكز هنا لطام القادم أيضا هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أرى شاهين بدأ يتحرك، شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتينا على المركز الرابع، متعب من وصل على المركز الخامس، من التاسع إلى المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي وراشد بن نايع بشاوي الغفلي من يتابع هذه الانطلاقة والتحدي هنا في هذه الخماسية، خماسية ماسية. المركز السادس شاهين هجن العاصفة، سابعا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ثامن مراكزنا القادم هنا شاهين هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد، تاسعا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي الأسماء، وهك نعود إلى الصدارة، أعود إلى المستحيل، من يقدم شاهين مع الكيلومتر الأخير في هذه اللحظات، شاهين المندفع بالصدارة، المندفع بالمقدمة وبالمركز الأول، شاهين هجن الرئاسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابعه على المركز الأول، بينما أرى شاهين القادم، شاهين القادم هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي المندفع بصدور بالمركز الثاني وعين على الصدارة، ولكن أرى هنا للطوم القادم، للطوم على المركز الثالث هجن الرئاسة هنا بقيادة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، متعب قادم بكل قوة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، راشد بن نايع الشاوي الغفلي في تضميره، ولكن الله هنا شاهين على الصدارة وشاهين القادم، شاهين على المركز الأول وشاهين هناك على المركز الثاني، شاهين هجن الرئاسة المنطلق بالصدارة، وأرى شاهين هجن العاصفة قادم بلا أوامر، يتسلل رويدا رويدا إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول في هذا الانطلاق. هو صباح الخير يا شبابي، صباح الخير يا أسد الميادين، صباح الخير على هذا الأداء المميز هنا، وها هي لحظة وصول جاهين إلى الفوز وإلى الناموس. صباح الخير يا شبابي، هجن العاصفة المركز الثاني، وصل شاهين هجن الرئاسة المركز الثالث، متعب لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي المركز الرابع، وصل للطامة هجن الرئاسة المركز الخامس هملول، هجن الرئاسة من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى شاهين سلالة الشبابي، هو إنتاج هناك محمية الروية، يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز وبدون أوامر طفيفة في اسم الأمتار الأخيرة، انتزع الفوز والناموس، تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي، والتوقيت يا أبو صبري، التوقيت هنا أيضا في أوبع عدنان من يتابعوننا في هذا الصباح، 9 دقائق ثانيتين جزء واحد من
الثانية هو التوقيت الزمن الذي سجله. هنا شاهين هجر العاصفة بينما شاهين هجر الرئاسة مناتانا على المركز الثالث بهذا الانطلاق قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها مع انطلاقة أيضا شوطنا التاسع في هذه اللحظات. هنا تابع المركز الثانية أخرجنا أيضا أثاني المراكز جاهين هجرنا أيضا العاصي الرئاسة من أتانا على المركز الثاني ليس بهذا بينما المركز هناك من أتى على المركز الثالث لعند أجن الرئاسة مع راشد محمد بالسم المنصوري هذا من وصل هنا أيضا وضاح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب السعيد مكتوم مع راهب الخميس قويص بتسع دقائق خمس ثواني ستة من الأجزاء وفاء وتماما وكمالا تسع دقائق أربع ثواني وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس تهانينا لجميع الفائزين.